ضمن الاصدقاء الاخوان باش نفهموا، لانه كاين غير تواصل الكتروني، وبالتالي يعني وصلنا لواحد المرحله ديال يعني تعارف في العمق صراحه. وكما قلت كيفاش غادي يمكن الانسان يعرف الاخلاق ديال الاخر؟ من خلال الكتابه، من خلال التواصل اليومي، من خلال يعني احنا كنديروا انشطه تنتبعوها ربما حتى هي كتشوف مباشر، يعني واحد النوعيه في العمل الجماعوي. العمل الجماعوي ثقافي، انا شخصيا معروف بالنقل المباشر، ما هو جماعوي ولكن يعني داخل ما كاينش الاسترزاق كما قالت، كاين غير يعني كنحضر في ندوات من معيار الثقيل، كنحضر في لقاءات اللي هي ثقافيه رياضيه الى اخره، وكنحاول نكون دائما نشارك الاخوان عبر فيسبوك بهذا الانشطاء. يعني فاعل جماعوي يعني كيدير كل شيء وما كيدير والو. وبالتالي كسبت صداقات كثيره مع الاخوان، نقدر نقول لك وحتى الاخ سي عمر، لانه اقحم في واحد الجريده ديالو الالكترونيه اللي هي النبض، شريعه النبض. بالتالي كان عندنا واحد يعني واحد المجموعه ديال الاخوان من بالالاف، يعني ماشي صديق ولا صديقه، اخوان يعدون بالالاف، كنتواصلوا يوميا واكتسبنا صداقات. وبالتالي ربما غادي نحاول ان شاء الله واقيلا نديروا شي جمع عام ونديروا يعني واحد ربما يعني نتنظموا في واحد الاطار اللي هو قانوني ماشي بعيد، علاش لا؟ نتلاقاو في يعني ما يرضي الله، علاش لا؟ لان كاين هذا وهذا كنظن هذا الشيء، هذا قال لي في شحال هذه، في واحد يعني الفكره ديال واحد الاستاذ في ما عرفتش بني ملال ولا هكا، قال لي ودي ماذا بينا نتجامعوا نشكلوا واحد، علاش لا؟ لا وحنا مفرقين نكونوا تحت اشراف القطب المهدي بطبيعه الحال، علاش لا؟ علاش لا؟ والله هذا يسعدني، فكرة فعلا ممتازة. تحول من القطب المدني ان شاء الله للقطب الوطني، علاش لا؟ علاش لا؟ والله لا، وخصوصا بحال هذه السيدة هذه اللي هي جوهرة مكنونة بالعمل الجمعوي، نقدر نقول لك هي بالدارجة مسكونة بالعمل الجمعوي. مهووسة. خصنا نزوروها حتى ذاك بويا عمر حيدوه. أنا دائما كنقول بنفس الإطار كنقول المجتمع المدني اللي كيعول على الدعم المادي ما كايناش بلاصة في المغرب. صح. الجمعيات المسترزقة ما عندناش بلاصة في المغرب. حيت كنعرف شي جمعيات اللي كي شنو الدور ديالهم لا اقل ولا اكثر، كيدفع المنح الملف ديالو كياخذ المنحه كيدير بها شي حوايج، اللي كاينه جمعيات اللي ما عندهاش غرض المنحه ولكن كتهيئ شباب بحال هذا بحال هذا تماما، كتهيئ شباب كدير مناسبات. راه حنا افتقدنا الجمعيات فعلا افتقدنا الجمعيات، واللي خلانا نفتقدوا الجمعيات هي الظلاميه اللي داروا جمعيات سياسات الاسترزاق، سياسات بومدين. شوفوا الا سمحتي راه الا نتوما من الموقع ديالكم وحنا من الموقع ديالنا والاخ من الموقع من وجده هنا الا قدرنا اننا نقنوا العمل الجمعوي كيف كان عقل عليه انايا في الثمانينات. هذا العمل الجمعوي راه ماشي هو العمل الجمعوي، هو الاهتمام بالطفل، الاهتمام بالقاعده اللي هي فعلا. اذا اهتمينا بالشاب احنا كنديروا العمل الجمعوي. راه دابا كاينين واحد الظلاميه ظلامية تجار الدين بكل صراحة، يعلموا المغاربة سياسة السعاية، جالس في الدار كتجيك القبة، أنت بجمعية السلام، أنت بجمعية هنا، أنت بجمعية هنا، الدم ديال البلاد كيدير، كتجي القبة، حنا ما بغيناش داك الشيء ديال القبة، حنا كفانا، حنا بغينا المجتمع المدني يدي الدور ديالو، الدور ديال المجتمع المدني هو تربوي من الباب الأول، باش نحاربوا التطرف، نحاربوا التخدير، نحاربوا بزاف. يعني غنمشيو من هو ترباوي، وكنتمنى الله تبارك وتعالى ان هذه سنه 2018 تكون صحوه للعمل الجمعوي، والله يوفق الجميع. شكرا على شوفوا غير الاسم براء. السيدة بريئة تبارك الله عليها. نعم تفضل. تفضل. داكشي اللي نهضر قلنا لان كانت القاعه مازال عامره، والشخص اللي بغيت نهضر عليه ما كيبغيش انا نلفت الانتباه ليه. فمن بعد ما شكرت كل شيء فانا كنبغي نشكر الام ديالي اللي ديما مضحيه معايا. تبارك الله تبارك الله الله يخليها لك. هي شي حاجه كنقول لها ماما غنمشي نخليها حتى الساعه بساعتها، نقول لها ماما غادا عند اختي سعيده، سير بنتي الله يسخر لكم.
ما عمرها قالت لي لا وما عمرها منعتني من العمل الجمعوي والعمل التطوعي بصفه عامه. فانا كنشكرها والله يخليها ليا الله يطول في عمرها. الله اكبر. يعني فعلا الشراء هذا المصاحبه ثم المصاحبه ديال راه ديك السلطه الابويه ولا الامويه اللي كتمارس بشكل يعني بنفع بفرار. نعم. انا ما عرفتش هذه المده طويله هذه المده وجيزه بالعرض يعني انا اللي كنجيب عبنتي ولا كنوصلها شكرا بعد على الشهاده التقليديه ما درتش معكم والو مشيتي في الطوموبيله الاستاذ هشام استاذه سعيده انه فعلا فاعل جمعوي بامتياز وخدوا واحد الشريحه الشباب في المجتمع اللي كانت غنقولوا ضايعه ولا منحرفه. وفعلا انا اللي لمستو في هذا الشباب ديال الاحياء الشعبيه ما لمستوش الشباب ديال الاحياء الباقيه اللي كنشوفو بعد داوات ومتسقعين في الزناقي وبليين بليات الله يسلمهم خايبين. وهاد الدراري ديال هاد انا كنحييهم كنحييكم انتم هاد الروح ديال التضحيه والمعاناه انا شي مشاش هكا هذا شو غادي تصوروا في السلطه من بعد معاناه بعد عمل ومثابره باش مشيتيو هاد الشباب وقتوهم وعطيتوهم الصحه المستقيم ديالهم. برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم على محل الارض صافي. المهم شكرا للا براء قلت لك انا شغلت سبحان الله العظيم اسم على مسمى. كتشتغلي اول مره كنعرفها كتشتغلي مع الشباب جزاك الله خيرا. وهذا علم هذا واحد العمل رائع. انا بالنسبه ليا راه باش ترجع الشاب ترجعوا للطريق كاين واحد المستشفى اللي ديال المتابعه ديال هذا الشيء نتاع راه يعني راه مكلف وعجزوا بطبيعة الحال. فشكرا ديالي الخاص تبارك الله عليك ونعم المرحبا الله يعطيك الصحه. شكرا لله والله لازم انا نتكلم معك بواحد التاثر كبير بالغ لانه اكتشف وجه حقيقي ووجه اخر للاستاذ السيده براء. تبارك الله عليك. انا غنبقى نسميك براء ماشي نسميك لانه تبارك الله عليك. وشكرا على هذا الاختيار ديالك. انا ما نقدرش نقول لك واش كنتي على صواب ولا الله يعلم. شكرا بزاف انا والاخ عمر انا مدين لكم وشكرا لمدينه فاس والاخوان اللي على جود. شكرا تبارك الله عليكم. لا الكبير وكذلك الاخت نقولوا نهوسه ولا سهل خصنا نسميو شي اسم خاص. اييه العمل الجمعوي انا كنحيي تحيه اجلال على الجهودات التي تقوم بها بخصوص المجال الاجتماعي وكل ما الشباب خدمه الشباب وتقديم الشباب فهمتي. نتمنى ان شاء الله هاد المسيرة إن شاء الله تكتمل لها وتمشي بعيد إن شاء الله. حنا ذكر مديرية جهوية الثقافة إن شاء الله مستعدين نتعاونوا الجميع. أول مرة كنشوف شي مصلحة نتعاونوا الجميع إن شاء الله. لحقاش الجمعية شريك أساسي مع المديرية وكذلك مع المصالح ديالها. الله يكمل بالخير ومسيرة موفقة. شكرا للجميع. نقدم الشكر بعد السي هشام محبوب اللي كنا نعرفو يعني الاسم ولكن اللي كنعرف الاخ الوالي الوالي كنعرفو ملي كان في اقامه ام الغيث. مازال رجع لها صافي انا رجع للعش. الله اكبر سيدي تبارك الله عليكم هنيئا لكم. شكرا. انا غنسميها بغات ولا ما بغات ام الشباب المبني. ها فوالا الشباب شباب كنكمل كل شيء شبابي وحق احتراما واجلالا الاستاذه سعاد اللي احنا من مدينه التماره كنطلقوا عليها من هذه المناسبه سيده الشرق سيده العمل او سيده المجتمع المدني بكاس.
كنطلب من الشباب، كنطلب من الاخوان ديال القطب المدني انهم يقبلوا هذا الاسم من القلب الاحمر من مدينه تمارا اللي كنسمي به الاخت سعاد سيده المجتمع المدني. وكنطلب كل شيء ان شاء الله يبقى يناديها بسيدة المجتمع المدني الاخت سعاد. حاول ما تقولش الأخ لا إخوان تسمحوا لي.